عندنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم كهربا باذن الله، ده خبر متعلق بالاهلي. كهربا هيعود لقياده هجوم النادي الاهلي في مباراه السبت القادم. كهربا كان عنده عقوبه ايقاف من لجنه الانضباط 6 مباريات محليا، قدم العقوبه 5، فاضل له شهر، فاضل له مباراه يعني واحده محليا، ويرجع بعد كده تاني ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه محليا، لكن ده مش هيمنعه من الحضور باذن الله في مباراه السبت القادم امام ميدياما، وبالتاكيد هيكون واحد من الاوراق المهمه جدا هجوميا للنادي الاهلي.